بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. في ظاهرة عندنا في النبات بنسموها ظاهرة التقزم. النبات متقزم يعني قصير، تمام؟ النبات قصير، تحس ان هو متخشب كده زي الخشب، مش الورقة بتاعته مش انسيابية كده، وتحس الورقة ما فيهاش عصارة ولا الساق فيه عصارة، وشكل النبات أساسا مش مظبوط. دي ظاهرة بنسميها ظاهرة التقزم. طبعا لكل شيء أو ظاهرة، أي ظاهرة كانت في الدنيا لابد أن يكون لها أسباب، تمام؟ أنت سقطت في الامتحان ليه؟ عشان ما ذاكرتش، ده سبب بسيط خالص، تمام؟ طيب الظاهرة دي برضو عشان تظهر لها أسباب. إيه الأسباب بتاعتها؟ قد يكون المناخ عندك، المناخ مش مظبوط، بمعنى إن الحرارة عندك خصوصا في المناخ عندك قصة درجة الحرارة، يعني عندك الحرارة أول حاجة، الحرارة عندك ودي السبب الرئيسي في التقزم. نيجي في شهر 7 ونزرع طماطم مثلا، بنبص نلاقي النبات ما بيتحركش خالص، يعني ده بسبب إيه؟ بسبب درجة الحرارة العالية. هي درجة الحرارة بتاخد ايه؟ النبات عليه عبء حراري، وبالتالي بيستهلك كل الطاقة اللي المفروض يعني تسخر في بناء النبات، بيستهلكها النبات في العمليات الحيوية بتاعته، وبالتالي فتح وغلق صغور ومضاهات العبء الحراري اللي واقع عليه، فبالتالي فما بتلاقيش نمو في النبات. طيب القصة دي تتعادل امتى؟ لما انت بتوفر جو كويس للنبات، تمام؟ بتوفر جو كويس للنبات، بمعنى ان انا عندي طماطم، يقول لك ما تزرعش طماطم في الصيف، الطماطم بتبقى يعني صغيره كده وما بتجيبش حاجه. ده صحيح. ليه حصل له تقزم؟ حصل متقزم ليه؟ عشان الحراره عندك عاليه. الحراره عاليه عملت عبء حراري على النبات، فالنبات ابتدى ايه؟ معدل البناء بتاعه يبقى ضعيف جدا، وبالتالي اصبح نبات غير اقتصادي. يبقى حلها ايه؟ حلها انك انت تهيئ للنبات جو كويس. تهيأ له جو كويس في ايه بقى؟ هي تعددت الاسباب والموت واحد بقى، يعني انت في ناس بتزرع في بيوت محمية زي الخليج وكده، عنده درجة حرارة ممكن ينزل بها للتلاتين والستة وعشرين والتمانية وعشرين، الكلام ده كله، تمام؟ في حد ممكن يشتغل على التظليل، يزرع في بيت مظلل اللي هو النت هاوس مثلا يعني، ويشتغل فيه ما فيش اي مشكلة خالص، ماشي؟ طالما في ناس بتشتغل برضو من غير تبريد، بس هو بيبقى يعني في مراوح بتحرك الهواء فبتعمل يعني هواء وخلاص، تمام؟ وبالتالي بيحد من درجة الحرارة العالية ده، هي تمام. في ناس ممكن ما تزرعش في الشهرين اللي هم بتوع الحرارة العالية ده، هي تمام، ويبدأ يزرع على الحرارة، درجة الحرارة ما تتكسر في 15.8 أو 1.9، ويبدأ عنده النهار يقصر، فبالتالي ممكن ينفع عنده الزراعة ده، هي تمام. تاني حاجة التربة. التربة لها عوامل كتيرة يا جماعة، قد تكون التربة سبب، وبتبقى في كتير من الحالات سبب من أسباب التقزم، تمام؟ قسما بالله أنا ما بقرأ من ورقة، أنا اللي حاضر في ذهني بقوله خلاص، تمام؟ فعندك التربة. التربة قد تكون ملحية، ماشي؟ التربة ده هي قد تكون ملحية. فالتربة الملحية معروف ان هي اساسا النبات بيتقزم فيها. ليه؟ النبات موجود اهو، البيئة اللي هنا البيئة اللي هنا ديت ملح، الملوحة عالية، تمام؟ انت بتضيف المية، تمام؟ المية دي بتتخلط بالملح، بتبقى مية بملح، تمام؟ سوليوشن، محلول، تمام؟ الملح فيه زيادة، الملح ليه قوة شد رطوبي، الملح بشد الرطوبة كده، تمام؟ والجدر ده هو عايز برضو ليه قوة شد رطوبي، بياخد عايز يشد الرطوبة اللي هي المية يشدها يدخلها عنده. طيب الضغط الاسموزي هنا عالي، الملوحة هنا في المية عالية، فمتزودة الضغط الاسموزي، تمام؟ فيجي النبات يشد، ماشي، والملح يشد، الملح بشد في المية والنبات يشد في المية، كل ما زاد الملوحة نهوت، كل ما كانت السيادة في المية للملح، الملح بشد المية، وقد يؤدي قد يؤدي ارتفاع
ارتفاع الملوحة هنا، لأن النبات أساسا تنزل المية من النبات لتحت، والنبات يبدأ يتقزم وينزل من يموت. ليه نزلت المية من فوق لتحت؟ لأن قوة الشد الرطوبي للملح لما التركيز بتاعه عالي ابتدت تنزل من النبات أساسا، تمام؟ فدي قصة ممكن تعمل تقزم للنبات، وهنشرحها باستفاضة في عملية الملوحة أو التمليح، تمام؟ ودي بسموها ظاهرة البلزمة يا جماعة، اللي هي يعني المية الطبيعي إن الجدر النبات أساسا يشدها لفوق، لا هي نتيجة لكثرة الأملاح هنا فبتشد بتنزلها. لذلك تلاقي واحدة ست بتحط لك شوية ملح على فرخة ولا حاجة، ليه؟ عشان تشد الدم اللي فيها. ما قوة الشد الرطوبي للملح أساسا، والدم احنا عارفين أكتره مية، فبيشد. كل ما هي ما تحط ملح كتير على الفرخة بتاعتها تلاقي يشد الايه الدم من الفرخة، فما بيخليهاش فيها أي دم خالص، تمام؟ أنت لو اتجرحت جرح مثلا وحطيت شوية ملح هتلاقي إيدك بتعمل كده نفض، ليه؟ هذا ده بيسحب مية من أو يسحب الدم من جسمك نفسه، فبتروح بسرعة بتغسل ايه، بتغسل بمية عذبة، تمام؟ او حتى لو شوية كيماوي وانت مجروح اتعرض لهم جسمك، تمام؟ لان الكيماوي اساسا او الاسمدة دي عبارة عن املاح برضه، تمام؟ قد تكون يا جماعة التربة عندنا قد تكون فيها طبقة صمة، يعني انت بتزرع النبات كده، تمام؟ في طبقة هنا، احنا بنقول احنا عايزين 90 سنتي للخضر او متر، ماشي 1 متر. والاشجار بنقول لما درسونا زمان قالوا كفايه علينا ايه متر ونص مثلا، متر ونص، تمام؟ انت لو عندك طبقه هنا بسموها هارد بان، طبقه صم، حجر كده صم، او طبقه من الـ 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 الجير مثلا، الكالسيوم كربونيت نهوت، بتلاقيها ايه سده هنا خالص، تمام؟ طبقه صم، تمام؟ الارض تكوينها كده. انت بتنزل ميه، المية دي بيرتفع المنسوب بتاعها، كل السنة دي اترفع لهنا، 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 لحد ما انت زارع كده، تمام؟ الجدر ده اصبح بيتخنق، في خنقان للجدر ده، بيتخنق، مية موجودة، طب ما فيش تنفس للجدر، هيعمل ايه؟ النبات هيتقزم ويموت. قد تكون عندك القصة كده، تمام؟ فناخد بالنا بس من الحاجات ده هي كويس خالص، تمام؟ دي المعوقات الأرضية اللي هي ممكن تحصل، تمام؟ قد تكون المشكلة برضو في ماء الري، مية الري يا جماعة، قد تكون مشكلة في مية الري ملحية فتعمل لنا نفس الملوح. عندنا حاجتين في الأراضي بنسموه، هي إيه؟ أيهما أفضل؟ إنك أنت تروي بماء عذب، ماء عذب تنزله على أرض ملحية، تمام؟ ولا أرض، ولا ماء مالح على أرض عذبة، أنه الأفضل؟ الأفضل أنه فيهم مية عذبة على أرض ملحية ولا ماء مالح على أرض عذبة؟ لا طبعا الماء العذب على الأرض الملحية أفضل. ليه؟ لأن أنا كل ما بضيف الملح ده هو بيغسل لي، بيدوب لي أملاح من الأرض دهيت، وبيغسلها فين؟ في الصرف. مش عندك صرف، عندك مصارف، أو لو في أراضي طبعا مفتوحة بيبقى أساسا بتنزل المرية في الجراوند ووتر أو الماء الأرضي، فما بتعمل لكش على آلاف السنين بقى هتبدأ الأرض تملح عندك يعني، تمام؟ ولكن احنا بنتكلم بس في الوقت الحاضر. أيهما أفضل؟ لا المية العذبة بتدوب تغسل، ممكن المية العذبة دي هتصلح الأرض الملحية، أما خليني في ارض زي الفل زيرو املاح، تمام؟ وانت بتروي بميه مالحه كل سنه هيزيد تركيز الاملاح عندك لحد الارض كلها ما تبقى ايه، ما تبقى ملح، تمام؟ دي قصه من قصص الايه برضه هتنعكس بالسلب على النبات، والنبات عندك هيكون ايه، هيكون مملح برضه، تمام؟ هيكون متقسم طبعا. طيب عندك ممكن ممارسات زراعي، قد تكون عندك ممارسات زراعية خاطئة، زي ايه؟ انك انت اساسا الارض غير خصبة، الارض ضعيفة، ضعيفة في الخصوبة بتاعتها، تمام؟ هيحصل لك برضو تقزم للنبات بتاعك، تمام؟ قد يكون المشكلة في التسميد، ماشي؟ التسميد التسميد ممكن يعمل لك مشاكل التقزم بتاعت النبات، بمعنى ان حضرتك لو سميت يوريا كتير في وقت الحر هيعمل ايه؟
تحصل مشاكل على طول والنبات هيتقزم. هتقزم ليه؟ لأن اليوريا محتاجة عشان تتمثل محتاجة طاقة كتيرة وسكريات، والسكر أو كربوهيدرات، فالنبات بيستهلك الحاجات دي، فبالتالي بتلاقي عندك مشكلة في ال 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 مشكلة في إن النبات برضه متقزم، تمام، متخش. قد يزيد عنصر الفوسفور عندك مع نقص أزوت. واحسن حاجه، والصيف ده بيحصل في الصيف على فكره، الفوسفور لما بيزيد النبات بتبص تلاقيه، قلتها كم مره، النبات بتبص تلاقيه معاك تخشب، تمام، والازوت عندك ضعيف جدا، فبالتالي قد يحدث مشكله التقزم من القصه ده هي، تمام. قد يكون عندك برضو الري، غير الري مؤثر في الري، وكل احنا يعني التقصير في الري، التقصير في الري، ماشي. النهاردة احنا رافعين الري ثلاث مرات بدل ما كان مرة أو مرتين. ليه؟ لاحظنا ان النبات ابتدى يتخشب عندنا، وابتدت الدنيا بتبقاش كويس، فبنلحق بقى في الاول ده انك مقصر في الري بتاعك، وبالتالي النبات واقع عليه برضه عبء حرارة. على فكرة اكتر ما الظاهرة دي بتحصل يا جماعة، بتحصل دائما في فصل الصيف، تمام. دي الممارسات الزراعية، انت مقصر في الري، وبالتالي عندك هيكون القصة برضو مش مظبوطة في عملية ان النبات مش هيكون الرينج بتاعه او النمو بتاعه مش هيكون مظبوط، يعني النبات المفروض هيكون طالع معاك كده، تمام، الطبيعي ان هو يطلع كده، تمام، لا هو بيطلع كده وبيعمل مرحلة ثبات كده وتمين واقف في المستطيل كده، طب ده مش مظبوط، لا في حاجة غلط. فالغلط ايه؟ انك انت تحاول تعمل، تحاول تشيل كل الأسباب اللي احنا قلنا عليها ده. طيب، نصيحة غالية والله، يعني غالية جدا عليا، لو النبات عندك متقزم تعمل ايه في الصيف؟ ودي مشكلتنا في الصيف على فكرة، رقم في الشتاء على فكرة ممكن يكون متقزم طبيعي، البرد شغال والدنيا ماشي، بس مجرد ما يعني احنا زرعنا مثلا اي نبات في 15/2 او اول شهر 3، بتبص تلاقيه واقف شوية نتيجة البرودة عندنا في مصر مثلا، بعد كده بتبص تلاقيه ما شاء الله ابتدى اول بقى النهار ما بيطول، كل من النهار ما بيطول والجو بيدف شوية ان كان بالليل، تمام، بتلاقي النبات انطلق انطلاقة ملهاش حل، تمام. فدي طبيعي، يعني احنا نتكلم على مشكلتنا في التقزم في الموضوع ده في الصيف بالذات. يبقى اول حاجة هتزود المية بتاعتك، هتزود المية بتاعتك، طالما في تقزم يبقى زيادة الماء، زيادة الري، الري اللي فهمها زي ما تفهم، هتزود الري بتاعك، دي رقم واحد. رقم اتنين، تحاول تشيل عبء انك تظلل، مثلا لو عندك بيت محمي مثلا ممكن حضرتك تظلل بيه الشاش الابيض، وتمنه رخيص جدا، ممكن تظلل بيه وتحاول يعني تظبط القصة دي شوية، بحيث ان ايه، انك انت شدة الاضاءة اللي نازلة مع الحرارة بتعمل مشكلة للنبات، خصوصا الاشعة اللي هي البنفسجية ديت بتعمل مشاكل للنبات، فبتحاول تشيل العبء ده هوت، وتظل التظليل خفيف كده هوت، هيقلل لك الإضاءة ويقلل لك برضو درجة الحرارة إلى حد ما، تمام. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، لو النبات متقزم، دي أنا قلتها قبل كده ومش فيش مشكلة برضو نقولها تاني، يبقى هتمسك لو عندك فدان أرض، عندك فدان 4000 5600 نبات، تمام، ده 5600 نبات، 5600 نبات ده هم هتجيب لك 2 كيلو، ماشي، هيومك، ماشي هيومك، دي رقم واحد. الاتنين كيلو هيومك دول هتقسمهم على مرتين، كل مرة كيلو، يلا خلينا في المرة كيلو، كيلو واحد كيلو هيومك على الفدان مع 500 مع 5 كيلو 20/20 من شركة محترمة، في 20/20 اللي هو بيبقى داخل فيه اللي هو نترات الكالسيوم، فده بيبقى غالي شوية، تمام، غير اللي هو مخلوط تحت السلم، الجماعة اللي بيخلطوا بالكواريك ربنا ينتقم منهم، تمام، بيجيب يوريا على
تعب يخلط يعني وخلاص على ماب، على بياخد الماب بالفسفور من الماب او او المغنوم ويخلطوا بالكوريك يعني. دول الحاجة واللي احنا بنتكلم فيه ده حاجة اسمها خلطة أسمدة مش مسمد مركب ده، تمام. 5 كيلو 20 20 من مصدر محترم مع 1 كيلو أي مركب فيه سيتوكينين وأوكسينات، أوكسينات مع سيتوكينين 1 لتر منه تحطه عليه. في مركبات كتيرة محترمة في شركات كبيرة يعني. دي الحالة نحطها 3 مرات يعني على 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 10 أيام، كل 3 أيام نحط مرة دول للفدان. هتلاقي معاك إن شاء الله تطور في النبات. ممكن لو الظاهرة شديدة قوي نرش السيتوكينين يا جماعة، نرش وما فيش أي مشكلة خالص، تمام. طب لو لقيت النبات متقزم وشكله حلو بس هو واقف شوية، اسرق من ورا المدير بتاعك 5 كيلو يوريا وحطهم في الخباسة كده، مش هيشوفهم يعني. وهتلاقي الدنيا مشيت معاك شوية بحيث انك تدي دفعة نمو خضري. أما لو الزرع لونه أزرق غامق كده وواقف أساسا وحاسس إن هو أساسا مخنوق من الأزوت ماشي، لا حاول ما تحطهاش يعني، تمام. مشكوركم وأتمنى إنكم استفدتوا من الكلمتين ده، هم متشكرين ليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.